جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أذن للنار بنفسين، نفس في الشتاء. هذا في الدنيا، في الدنيا كل الأضرار في الدنيا والأمراض والأوبئة والأوجاع والميكروبات والفيروسات كلها من النار، وقد أذن الله لها بنفسين، فقالت يا ربي أكل بعضي بعضي، فهي هائلة إلى الآن، فتسأل الله أن يأذن لها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك أشد ما يكون الحر والبر. فهذا الحر يبدأ أولا بالشمس ثم يصل إلى الأرض والكواكب الحارة الساخنة، والبرد يبدأ بالكواكب الباردة ثم يصل إلى الأرض بعد ذلك. فباللطف الله أنه جعله لا يأتي من النار مباشرة إلى الأرض، لو كان الحر يأتي من النار مباشرة إلى الأرض لهلك كل من عليها، وكذلك البرد لو كان يأتي من النار إلى الأرض مباشرة لهلك كل من عليها، فجعل الله له سائط وهي مجموعات شمسية وكواكب أخرى يمر بها الحر وكواكب يمر بها البرد وهكذا. وكيفية هذا الله أعلم بها. الله أعلم بذلك، لأن الحر والبرد اليوم الناس يعرفون أسبابه. لا، ما يعرفون أسبابه، يعرفون أنه يأتي من هذه الكواكب الحارة والكواكب الباردة، لكن لا يدرون سبب ذلك. يقولون الشمس كتلة كبيرة جدا من الغازات محترقة، لكن لا، الغازات لو كان كذلك لفنيت ونفدت. قضية أنها تسعر ويأتيها زيادات من النار. عياذا بالله.